ايه سلامات يا حلوين، اليوم حنكمل درس الإدعش بهذا الفصل. حنحكي اليوم عن الجدول الأسبوعي weekly schedule. schedule weekly week أسبوع weekly schedule الجدول الأسبوعي. حنحكي عن واحدة اسمها أنيتا. شو بتعمل؟ Anita is a housewife. Anita هي ربّة منزل. Housewife يعني ربّة منزل. She is always busy. إنها دائما مشغولة. Busy. On Mondays, she buys groceries. On Mondays, في أيام الاثنين. عند هذا الجدول تبعها الأسبوعي، كل نهار تنين تشتري groceries اللي هي البقالة، يعني الشغلات اللي أغراض للبيت. grocery مفرد، بقالة أو بقالة grocery. لما بدنا نجمعها منقول groceries، الواي منغيرها لآي ومنحط ES. خليني حتى هاي بالأحمر عشان تنتبهوا لها. الآي الواي منغيرها لآي ومنحط ES groceries. On Tuesdays she does the laundry. Laundry laundry اللي هو الغسيل، تغسلي التياب. So she does the laundry. في أيام الثلاثاء هي تقوم بالغسيل. On Wednesdays she does gardening. Gardening garden اللي هي الحديقة الجنينة. لما الواحد بيشتغل بالحديقة بيقولوا له gardening اللي هي البستنة أو الزراعة بقلب الحديقة. So she does gardening. And cleans وتنظف outside the house. بتنظف المنزل من الخارج. On Thursdays she runs errands. Errands. Errands أو errand. خليني حط errand. Errand اللي هي معنى كلمة مرادفة بالعربي، اللي هي عادة تعملي مشاوير صغيرة برات البيت مشان تساوي شغلات معينة. كتير أحيانا نستخدم هالكلمة بالحياة اليومية. You run, she runs errands اللي هو بتطلعي بتودي بتشتري أغراض للبيت، بعدين بتروحي على البريد، بعدين بتروحي بتجيبي الأولاد من بتجيبي شغلة من عند حدا. هدول بسموهم errands اللي هي short and quick trip to accomplish a specific purpose. فهي يوم الخميس، في أيام الخميس هي بتطلع برات البيت. في أيام الخميس هي تدير المهمات، مسمينا مهمات اختصارا. هي مو مهمات، هي المهمات الصغيرة اللي الواحد بيطلع من البيت وبيساويها، بتسميها errands. أو بتطلعي مثلا من الشغل بتروحي بتبعتي بريد، بتروحي بتودي غراض لعند حدا، شغلات مشاوير صغيرة بسموها errands. On Fridays she goes to yoga class. لعبة رياضة اليوغا. Yoga class. On Saturdays she usually usually helps her children with their homework. عادة هي بتساعد أطفالها بالوظيفة. And then ثم they all كلياتهم they all go out بيروحوا go out to eat.
كل العيلة they all go out to eat. They like to go to an Italian restaurant. Restaurant مطعم. Italian restaurant يعني مطعم إيطالي. إيطالياني مطعم إيطالي. They like to go. They like to go to an Italian. لاحظوا حطينا الآن هون. ليش؟ لأنه ما فيني أقول to a Italian restaurant. بنقول to an Italian restaurant. On Sundays, the family usually goes out for the day. أيام الأحد عادة الفاميلي العيلة بيذهبوا بيطلعوا برات البيت يعني بيطلعوا طول النهار برات البيت. They go out for the day. لكل اليوم بيمضوا اليوم برات البيت. لاحظوا هون حطينا goes out. حطينا الـ ES goes out. لأنه صار العيلة مفرد. هذه عائلة مفرد. أوكي. لهون انتهى الدرس. شرحت الدرس معناته بالعربي. نجي لهون القواعد اللي هي أنا بدي إياكم بقى ننهي شيء اسمه simple present. أخذنا كتير عن simple present اللي هو المضارع البسيط. The present tense simple present عادة للأشياء اللي أنا تستخدم أو تتكرر معي على طول اللي هي العادات. أنا بطلع كل يوم بنام، كل يوم بأكل الفطور، كل يوم بفرش أسناني، وكمان الحقائق اللي هي sun rises in the east اللي هي كل يوم الشمس بتطلع من الشرق. The flowers need water to live. الزهور بيحتاجوا لماء لتعيش. هاي الشغلات اللي بتتكرر كل يوم، بتحدث كل يوم وبساويها كل يوم بسميها simple present اللي هي القاعدة اللي أخذناها دائما. إذا عندي فعل بدي ضيف له الاس. إذا عندي عفوا الهي والشي والات لازم ضيف للفعل الاس أو اي اس أو منغير الواي ل اي اي اس مثل ما شفنا قبل شوي. فهي القاعدة الوحيدة، الفعل لازم يتغير ونضف له، مو بتغير بنضف له اس لما بيكون هي وشي وات. وكمان عندي عندي every day بستخدم هدول الكلمات مع الفعل المضارع البسيط. every day كل يوم، every night كل مساء، every afternoon كل بعد الظهر، always دائما، usually عادة. استخدم مع الفعل المضارع البسيط هدول الكلمات عادة. always، usually، every day، every night، every year. كل شيء بيتكرر حدوثه. نجي شلون أنا بسأل السؤال بالمضارع البسيط. بدي أكون تركزوا كتير لأنه من هلأ ورايح بعدين بدنا نبلش ناخد أفعال تانية وأزمنة تانية. كمان بدنا نحكي عن البريزنت بس بأشكال تانية. فبشان هيك بدي أكون كتير تركزوا وتهضموا مزبوط الفعل المضارع البسيط اللي بسموه simple present. قلنا Anita is a housewife. Anita is a housewife. مثل ما قلنا منستخدم ال is للهي والشي والit. نستخدم is. I am بستخدم ال am إلي أنا، وبستخدم ال are لباقي الضمائر. They, we, you, you are. Okay. نرجع للجملة اللي قلناها. Anita is a housewife. Anita هي ربت منزل. إذا بدي أسأل السؤال بقيم الإز من هون
وبحطها أول شيء. Is Anita a housewife؟ يعني بعيد ترتيب الجملة. Is Anita a housewife؟ هل Anita ربت منزل؟ هذا السؤال. Is Anita a housewife؟ بدلت محلهم. ببلش دائما بالفعل أو بالفعل المساعد. بلش دائما بالفعل المساعد. Is Anita a housewife؟ هل هي ربت منزل؟ الجواب Yes, she is. أو Yes, she is a housewife. إذا بدي أنفي النفي بالsimple present, No, she is not. بقدر وقف لهون قول No, she is not. أو بقدر قول No, she is not a housewife. هي ليست ربت منزل. حكينا كمان الجملة الثانية. She buys groceries on Mondays. بقدر حط Mondays مثل ما قالوا بالجملة بالدرس تبعنا أول شيء on Mondays, أو بقدر حطها آخر شيء. She buys groceries on Mondays. تشتري البقالة في أيام الاثنين. On Mondays. ما تنسوا Mondays. She buys. إذا بدي أسأل السؤال Does she buy groceries on Mondays? هل هي تشتري الجروسريز البقالة يوم الاثنين؟ هل تشتري البقالة يوم الاثنين؟ لاحظوا She buys groceries on Mondays. اللي عملته هي نفسها الجملة. اللي عملته اللي أنا ضفت does. Does she buy groceries on Mondays? كل اللي عملته اني انا ضفت كلمة does قبل she. Does she buy groceries on Mondays? صار سؤال. الجواب للسؤال yes she does. نعم she does. او بقدر اقول yes she does buy groceries on Monday. هي فعلا does. عم اكد عم حط فعلين. نعم انها تفعل تشتري. Yes, she does. Yes, she does buy groceries on Mondays. أو بقدر أقول جواب Yes, she buys groceries on Mondays. أو إذا بدي أنفي بقول No, she does not. أو بقول No, she does not buy groceries on Mondays. أخذنا does و does not و do و do not بدرس ماضي. هلأ بس عم نعمل مراجعة بسيطة. أو بقدر أسأل سؤال What does Anita do on Monday? ماذا تفعل Anita أيام الاثنين Mondays? What does Anita do on Mondays? What do they do on Mondays? What do they do on Mondays? جواب Anita buys groceries on Mondays. Okay? هذا كله المضارع البسيط. كيف منسأل الأسئلة؟ إذا عندي صفة She is a housewife. إذا بدي أسأل السؤال بقول Is she a housewife? الجواب Yes she is. No she is not. She buys groceries on Mondays. تشتري. هلأ السؤال عن الفعل. هون كنا عم نسأل عن صفة. هون سؤال عن فعل. Does she buy groceries on Monday? لاحظوا buy رجعت لأصلها. الفعل رجع لأصله. بحط الاس مرة واحدة بالجملة لفعل واحد. ما فيني حط اس لفعلين. فعل واحد فقط بياخد الاس. يا المساعد يا الأصلي. هو المساعد. Does she buy groceries on Mondays? Yes she does. No, she does not. Yes, she buys groceries on Mondays. Okay? What does she do on Mondays? She buys groceries on Mondays. Okay? هذا الفعل البسيط, simple present, وهي الطريقة اللي منسأل فيها ومنجاوب فيها. بتهيألي لازم خلص ننتهي لهون الفعل المضارع
إن شاء الله بالدروس القادمة نبلش ناخد أشياء تانية. نجد هدول بدكم تحفظوهم days of the week. الكل لازم يحفظ days of the week. Monday الاثنين ببلش طبعا هون ببلش Monday لأنه سبت وأحد عطلة فأول يوم بالأسبوع هو Monday. Tuesday لاحظوا بنقول Z Tuesday. Tuesday Wednesday كمان بنقول Z لاحظوا هون الدي حطيتها بالأحمر نكتبها بس ما بنلفظها. في كتير كلمات بالإنجليزي بعض الكلمات بالإنجليزي نكتب حرف بقلبها بس ما بنلفظها. Wednesday لاحظوا منقولها بالزي Wednesday. Thursday كمان بالزي Thursday اللي هو نهار الخميس. Friday اللي هو نهار الجمعة. Saturday اللي هو نهار السبت and Sunday نهار الأحد. بتكون تحفظوا الأيام تبع الأسبوع. أوكي نجي للوظيفة. قبل ما نساوي الوظيفة خلينا نشوف الكمبيوتر كيف بيحكي الدرس كلياته. Anita is a housewife. She is always busy. On Mondays she buys groceries. On Tuesdays she does the laundry. On Wednesdays she does gardening and cleans outside the house. On Thursdays she runs errands. On Fridays she goes to yoga class. On Saturdays she usually helps her children with their homework and then they all go out to eat. They like to go to an Italian restaurant. On Sundays, the family usually goes out for the day. Okay, نوقف لهون. برد بعد لكم إياه. Anita is a housewife. She's always busy. On Mondays, she buys groceries. On Tuesday, she does the laundry. On Wednesdays, she does gardening and cleans outside the house. On Thursday, she runs errands. On Fridays, she goes to yoga class. On Saturdays, she usually helps her children with their homework and then they all go out to eat. They like to go to an Italian restaurant. On Sundays, the family usually goes out for the day. لاحظوا دائما عم نقول on Monday, on Wednesday, on Friday. Okay, homework. هي المقطع نفسه. بس عملت الفراغات مشان تركزوا كيف بنستخدم بما انه أنيتا شي معناتها كل الافعال لازم نحط لها اس. أنيتا is she is she buys groceries. اوكي بدكم تملوا الفراغات وتقولوا كل المقطع. نيجي للقسم الثاني من السؤال من الوظيفة اللي هو الأسئلة. بدي اياكم تجاوبوا على الأسئلة. Is Anita always busy؟ هل Anita Is Anita always busy؟ هل Anita مشغولة دائما؟ What does she do on Tuesday؟ ماذا تفعل في أيام الثلاثاء؟ What does she do on Wednesdays؟ ماذا تفعل يوم الأربعاء؟ أيام الأربعاء؟ Does she clean outside the house on Fridays؟ هل تنظف خارج المنزل أيام الجمعة؟
What does she do on Thursdays? ماذا تفعل أيام الخميس؟ لاحظوا ضفنا كلهم S لأنه هذا الجدول الأسبوعي تبعه بيتكرر أسبوع أسبوع. كل نهار تنين تعمل هيك، كل نهار تيوزدي تعمل هيك. أوكي؟ هاي الوظيفة بتكون تجاوبوا على الأسئلة. نجي للمقطع الإضافي اللي تعودنا نعمله كل مرة، اللي هو هلأ هالمرة بدنا ناخد long U. هخلي أول شيء الكمبيوتر يحكي بشان تميزوا بين الأصوات بين long U والشورت U. لما بتكون لحالة بنسميها short. cub cube cut cute. أوكي بروح أوقف هون. cup كيوب لما ضفنا الاي اللي هي دائما قلنا الفاول حرف ساكن بعد منها اي بتصير لونج. لونج يو هي كيوب. كاب سي يو بي من قلنا كاب كاب اللي هو الكاب الفنجان. كيوب كات كيوت. نيجي نخلي الكمبيوتر كمان يحكي. run run sun soon rub rub tub tube duck duke mud mood nut newt fuss fuse. اوكي هنوقف هون. بنرجع من عيدون. cup cube cut cute run rune sun soon rub roop top tube duck duke mud mute mood afon mood not newt fuzz fuse. لاحظوا هون الاس من الا زي فيوز. خليني رد ارجع خلي الكمبيوتر يقولها مره تانية. كاب كيوب كاب كيوب كات كيوت رن رون سن سون رب روب تاب توب دك دوك mud mood nut newt fuss fuse. اوكي لهون بيخلص درسنا. يلا موفقين.